أهلا بكم. يعد التعليم ومستوى جودته من أولويات الأمم والحكومات حول العالم، فبالتعليم تزدهر وترتقي الشعوب وتبنى الحضارات. لكن عراق ما بعد 2003 يتجه اتجاها عكسيا في تراجع جودة التعليم، فبحسب معهد المجلس الأطلسي الأمريكي الذي أكد وجود تحديات هائلة يواجهها قطاع التعليم في العراق، جعلته يمر بمرحلة حرجة، حيث أصبح تعليم العراقيين لا يمثل أولوية لدى الحكومات المتعاقبة، مما ألحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للقطاع التعليمي، وتسبب بتراجع جودة التعليم، بل زاد من نسبة الأمية حتى بلغت بحسب تقارير نحو 47% بحسب تقارير لمنظمة اليونسكو. نتساءل مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم عن أسباب تراجع جودة التعليم في العراق في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة، وما انعكاسات تدهور التعليم على جودة المخرجات، وما تأثيراته على الأجيال المقبلة. نضع هذه المحاور تحت الضوء مشاهدينا الكرام، نناقشها مع ضيوفنا الكرام الأكاديمي والدبلوماسي السابق الدكتور محمود المسافر. دكتور مرحبا بك. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. وفيكم يبارك. وأيضا أرحب بالدكتور الأكاديمي والباحث السياسي حامد الصراف. أهلا بك دكتور حامد. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا دكتور سمير. حياكم الله دكتور. بداية مشاهدينا الكرام نشاهد هذا التقرير. إهمال التعليم في أي بلد جريمة ترتكب بحق الشعوب والأمم، فهو أساس تقدم الأمم وركيزتها التي تستند إليها نحو الرقي والازدهار. لكن ما يحدث في عراق ما بعد 2003 ينذر بالخطر المحدق بمستقبل التعليم في ظل غياب سياسات تعليمية واضحة على جميع المستويات. معهد المجلس الأطلسي الأمريكي أكد وجود تحديات هائلة يواجهها قطاع التعليم في العراق، جعلته يمر بمرحلة حرجة، مبيناً أن تعليم العراقيين لا يمثل أولوية لدى الحكومات المتعاقبة، وأشار إلى أن المشهد التعليمي في العراق يعيش تحديات كبيرة ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية للقطاع التعليمي وتمويله، ما تسبب بتراجع جودة التعليم، موضحاً أن ارتفاع معدلات البطالة وعدم كفاية المرافق التعليمية يمثل تهديداً وتقويضاً لإمكانات الشباب. فيما تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود 2 مليون طفل عراقي حرموا من التعليم بحسب البنك الدولي، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً لمستقبلهم. وإلى جانب ذلك فإن معدلات معرفة القراءة والكتابة منخفضة بشكل مثير للقلق، لا سيما بين النساء. خبراء تربويون أكدوا أن الفساد الحكومي ونظام المحاصصة الطائفية وراء تجدد الأزمات وانهيار التعليم، بدءا من نقص الكتب والأبنية المدرسية إلى وضع المناهج من رياض الأطفال إلى التعليم العالي، ما أثر بشكل مباشر على المنظومة التعليمية في بلاد خرجت من التصنيفات الأممية لجودة التعليم، ومنها خروج العراق من مؤشر دافوس لجودة التعليم منذ عام 2021 نتيجة التخبط في رسم السياسات التعليمية. العراق سجل خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في مستوى الأمية، بلغ نحو 47% بحسب منظمة اليونسكو، في حين كان العراق قبل 2003 يتبوأ مراتب عالمية في جودة التعليم ومحو الأمية، فيما حذر باحثون تربويون من خطر عمليات التدمير الممنهجة بحق المنظومة التعليمية في العراق. أبدأ معك دكتور محمود المسافر. يعني جودة التعليم، لنتعرف على هذا المصطلح قبل أن نبدأ في التعرف على أسباب تراجع جودة التعليم في العراق. شكرا جزيلا أخي العزيز، بارك الله فيك، وتحية لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك الكريم. حياكم الله. الحقيقة جودة التعليم هو مصطلح يعبر عن عدة معايير مجتمعة. طبعا الدول والمجتمعات شوية تختلف في بعض هذه المعايير، لكن اكو معايير مشتركة.
من المعايير المشتركة مثلا واحدة من أهمها عدم تدخل السياسة في التعليم. يعني دائما لازم السياسة تكون خارج التعليم، ولذلك إذا دخلت السياسة ينخفض مستوى جودة التعليم كثيرا، لأنه هذا معيار مهم جدا. أكو معايير فنية، يعني هي معايير لها علاقة بالفاسيلتيز، بالمنشآت الموجودة. أكو معايير لها علاقة بعدد الأساتذة، معيار بكم كم أستاذ فول بروف موجود، معيار منين شهادات هذه الأساتذة، معيار عدد الطلاب الأجانب الموجودين، معيار هل الطلاب من قومية واحدة، من فئة واحدة، من محافظة واحدة أو مختلفين، معيار إيش قد متر لكل طالب في الجامعة، معيار إيش قد عند الطالب مساحة خضراء داخل الجامعة، حصة كل طالب يعني. فمعايير عديدة يختلفون شوية بعض الدول، لكن هناك مقاييس موحدة، يعني مثل مقياس الكيو اس الأمريكي، مقياس التايمز البريطاني، مقياس شنغهاي الصيني. هذه المقاييس متشابهة حقيقة، مو مختلفة، بها بعض الاختلافات البسيطة تركز على هذا المعيار أكثر من المعيار، تعطي حصة نسبية لهذا المعيار أكثر من الحصة النسبية للمعيار الآخر. لكن بالنتيجة هي معايير، يعني هي يعني الجودة تشترك بمعايير معينة، وهذه المعايير يقيسوها ويشوفون وين الآن جودة التعليم في الدولة أو في الجامعة، لأن هناك معايير الحقيقة تخص الجامعة ومعايير تخص الدولة. المعايير تخص الدولة هي المعايير العامة، يعني إيش قد حصة التعليم مثلا من الناتج المحلي الإجمالي، إيش قد من الخريجين مال الجامعات يشتغلون، إيش قد البرامج الدراسية اللي موجودة في البلد هي توفي السوق المحلية، إيش قد منها تستجيب، شنو علاقة هذه الجامعات اللي في ذلك البلد بالصناعه، شنو علاقه هاي الجامعات بنظيرتها من الجامعات بالخارج، وهكذا. معايير كثيره الحقيقه، ومعايير كثيره ومعقده جدا، وتنتج في النهايه نسبيه معينه، ويقولون ان هذه الدوله حققت المعايير فيضمن المعايير، هاي ما حققت. طبعا الاسسمنت الاخير، التقييم الاخير للجامعه مو مثل التقييم للدوله. التقييم للجامعه ينطوك انت بالجامعه الفلانيه انت ايش قد باي تصنيف، انت في الالف جامعه الاولى، في المئة الاولى، في الالفين، في الخمسة آلاف، في الستة آلاف. لكن في الدوله يقولوا لك انت في مرحله متقدمه، انت جيد جدا، او الدوله هذه شويه تشعر فيها نوع من القلق، المعايير تشير الى انه الدوله تمر بحالة معينة في موضوع التعليم مالتها، وهناك عدم اهتمام وهناك قلق كبير، أو يخرجوها من المعيار فيقولون الدولة الفلانية أخرجت من المعايير، أولا يمكن لعدم توفر المعلومات، وثانيا لأنها تجاوزت كل المعايير، يعني نزلت بالمعايير كلش إلى مستويات متدنية أصبحت لا يمكن أن تكون ضمن مستوى المعايير أو جودة المعايير المتنافسة مع دول العالم. نعم دكتور، سوف أعود إليكم مرة أخرى لنتعرف على أسباب تدهور جودة وتراجع جودة التعليم في العراق. أرحب بكم مرة أخرى دكتور حامد الصراف. دكتور حامد، يعني ذكر دكتور محمود المسافر أن من أهم النقاط التي ينبغي أن تتوفر في جودة التعليم هي عدم تدخل السياسة في التعليم في العراق. يعني عندما تتحدث منظمة اليونسكو عن تزايد نسب الأمية إلى أرقام مخيفة، يعني وصلت قريبا من 50%، نتحدث عن 47% بحسب منظمة اليونسكو، هذا بعد عام 2003 ومرور يعني أكثر من 20 عام على الاحتلال. يعني من وجهة نظرك ما هي الأسباب؟ في البداية شكرا جزيلا مرة ثانية على الاستضافة الكريمة دكتور سمير، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولجمهور المتابعين الأعزاء ولفريق العمل معك. الحقيقة هناك أسباب كثيرة منها متراكمة، يعني من لا ننكر أنه العراق دخل إلى يعني حالة حروب وحالة نزاعات إقليمية ودولية
وأيضا حصار امتد على مدى 13 عام يعني، وهذه طبعا تركت آثار واضحة في عقاب شمولي من قبل الحقيقة يعني أميركا وحلفائها، وخارج أيضا الإرادة الدولية. فكان يعني العمل على التسبب في تدهور التعليم بعد نهوضه منذ نشأة الدولة العراقية الحديثة في عام 1921 لغاية دخول العراق يعني إقحامه في هذه الحروب والحصار، كان العراق يسير بخطى حثيثة منتظمة ممنهجة من أجل تطوير التربية والتعليم والثقافة. يعني لا ننسى هذا الترابط الجدلي فيما بين الحقول الثلاثة. لكن للأسف الشديد لما شفنا أنه وصل الحال إلى غزو غاشم من قبل أمريكا وحلفائها، واحتلال وتدمير ممنهج، ودخول إيران على خط العمل هذا، شفنا أن هنا الأسباب هذه يعني تراكمت أكثر من السابق، وخلقت وضع الحقيقة غير مسبوق في العراق، وهو قضايا تدخلت في التربية والتعليم، منها الطائفية، منها المحاصصة، منها نظام الحقيقة تقاسم الثروات، منها حتى احتكار المؤسسات التربية والتعليم من قبل هذا الطرف أو ذاك، منها خلق أجواء الحقيقة لم تكن بطابع وطني. يعني احنا نعرف التربية والتعليم في العراق لم يكن تحت هيمنة أي طرف من الأطراف، لم يحمل لا صفة عشائرية ولا صفة عسكرية ولا صفة طائفية أو حتى دينية. كان هناك احترام للدين من قبل يعني مكونات الشعب العراقي، لكن للأسف الشديد شفنا هذه واحدة من الأسباب التي الآن تفاقمت في الفترة الأخيرة بعد الاحتلال الأمريكي. هذه أسباب. الأسباب الأخرى هو احنا لا ننسى أن هناك نمو سكاني الآن متزايد في العراق، يعني نسبة النمو السكاني أكثر من 3% سنويا. يعني هناك تقريبا المواليد مليون وربع المليون أو مليون و300 ألف مولود جديد، يحتاجون إلى خدمات كثيرة، يحتاجون إلى مستشفيات، إلى مستوصفات، إلى بنى تحتية، إلى مدارس وإلى جامعات ومعاهد تدريب وتعليم. هذه لم يحسب لها حساب. تفاقمت أكثر الحقيقة هذه الحاجة والانحسار في تطور إذا المنشآت. سمحت لي، هناك من يعني من المراقبين والمتخصصين بشؤون التعليم وكذلك من الخبراء الاقتصاديين قالوا بأن العراق بإمكانه بناء جامعات ومدارس في 5 دول عربية بناء على الثروات التي يمتلكها. يعني من وجهة نظرك، يعني فساد نظام المحاصصة هو الذي عمل على تدهور تراجع جودة التعليم على جميع المستويات وأنواع التعليم، أم أن الأمر يعني متعلق بجزئيات يعني طبيعية لدى كل الدول كزيادة عدد السكان؟ لا، هو بالتأكيد التخصيصات مهمة جدا. الموازنة الحقيقة الآن لا تهتم، لا تركز على الأسس بناء أي مجتمع. إحنا نعرف أنه ضمير المجتمع، أي مجتمع بالعالم، هو التربية والتعليم والثقافة. فما أن يعني تهتم بإحياء ضمير المجتمع والترابط والحفاظ على النسيج الاجتماعي رغم التكون يعني التنوع في الشعب العراقي، وأيضا ما يسمى، حتى إحنا لو نستبعد السياسة، لكنه الصف الوطني في العراق واهتمام كل مراكز القوى والنفوذ والثقافة والإدارة تركز على التربية والتعليم باعتبارها هذه مشتركات لا يمكن الاختلاف عليها. يختلفون بأمور ثانوية لكنه لا يختلفون على الثوابت الوطنية، والثوابت الوطنية هي التربية والتعليم والثقافة، لا يمكن الخروج عنها. لذلك لما الموازنة تسخر لهذه الميليشيات وللسرقة وللمشاريع الوهمية الفضائية، بالتأكيد سوف يضيع حق التربية والتعليم والثقافة. وهذا شفناه أيضا يعني سرقات كاملة. يعني الآن العراق، أنا أجيلك
بالأرقام العراق وصل الآن إلى حالة يحتاج ما يقارب 20,000 مدرسة حديثة الإنشاء، يعني بكامل الحقيقة مستلزمات التعليم الحديث نقول، لكن ومع التعويض عن مباني الآن آهل السقوط يعني، فلذلك لا يمكن تأهيلها يعني بهذا الشكل. هذا الوضع، زائد أنا ذكرت الزيادة اليوم بالعراق هناك دوام ليس فردي، دوام واحد، هناك دوام ثنائي ودوام ثلاثي وأصبح دوام رباعي، يعني قلة ساعات الدوام للطلب للتلاميذ وللطلبة أصبح الآن يشكل خطورة كبيرة على حتى نوعية التعليم. يعني لما يداوم العراقي، الطفل العراقي يداوم من 3 إلى 4 ساعات، في حين نشاهد الدوام في بعض المدارس في الدول المتقدمة 8 أو 10 ساعات، هذه يعني معناتها أضعاف الدوام اللي يحتاجه أي طفل في العالم أن يتعلم بشكل جيد بنوعية. طبعا ودخلت الحاسوب، دخلت التكنولوجيا الحديثة بالتعليم، التربية والتعليم، هذه كلها يفتقدها الطفل العراقي والتلميذ والطالب، حتى طالب الجامعة. الآن الجامعات العراقية، تفضلت حضرتك دكتور سمير، الجامعات العراقية نوعيتها، نحن لدينا الآن تقريبا 35 جامعة حكومية، كيف يمر؟ أنا درست بالجامعة وأعرف جيدا، درست ودرست أيضا. الهبوط المرعب الآن في مستوى التعليم في الجامعات الحكومية، الحقيقة عوضوا بداله، أرادوا الإطاحة بهذا المستوى. هناك نعم. قصد هذه نقطة عملية. مهمة، اسمح لي أن أنتقل مما ذكرتم دكتور حامد الصراف، نقطة مهمة ذكرها دكتور حامد. دكتور محمود، هل يراد للعراق أن يعني تتدهور جامعاته ومستوى تعليمه وجودة تعليمه؟ هناك الكثير من الجامعات الإيرانية، هناك الكثير من المناهج التي ترتبط ارتباطا يعني مباشرا بالسياسة، على عكس ما ذكرتم فيما يخص جودة التعليم ومعايير جودة التعليم. نعم أستاذ سمير، الحقيقة يعني عودا إلى يعني نبدأ من حيث انتهى ضيفك الكريم. اللي صار بالعراق الحقيقة هو كله دليل تآمر دولي، يعني هو كله دليل مؤامرة دولية، يعني منذ الحصار الاقتصادي بالحرب، هناك كانت نفقات حرب، ورغم نفقات الحرب حاول العراق أن يبقي على الوضع التعليمي، التربية والتربية والتعليم على ما هي عليه. طبعا تأثرت وكلنا شفنا التأثير، لكن شفنا أيضا مجهودات الحكومة لأن تبقي الوضع على ما هي عليه ولا يتدهور كثيرا، وكان هناك دعم، وكان هناك شيء له علاقة بالجودة وضمان الجودة وحرق. يعني على المستوى التربية عندك مشرفين أكفاء، عندك مدراء عامين بالتربية أكفاء، عندك مدراء للمدارس أكفاء، هاي كلها شفناها وعشناها. من إجى الحصار وإجى بهذه القسوة على العراق، بالتأكيد أنه كانت هناك مؤامرة، والمؤامرة هذه كانت تواجه من قبل مجهود للحكومة، مجهود حسن النية، يردون أنه هذا التعليم يبقى لأنه يعرفون أنه أبنائهم لازم يأخذون التعليم الصحيح بالطريقة الصحيحة وفق المناهج الصحيحة. احنا كلنا آني في الحصار طالب وأستاذ جامعي، وأنا أعرف إيش كانت تسوي الدولة في ذلك الوقت حتى تبقي جودة التعليم على ما كانت عليه، إيش قد نجحت إيش قد فشلت في ذلك هذا ينقاس، لكن بالنتيجة ما طلع العراق من قوائم جودة التعليم الدولية، بالنتيجة ظل الطالب العراقي محترم بالعالم، ظل الأستاذ العراقي محترم بالعالم، ظل التعليم العراقي محترم بالعالم حتى وإن تأثرنا بالداخل. أنا أذكر إيش قد كنا نصارع حتى ناخذ كتاب يجينا من الخارج، لكن كانت الناس تحترمنا ونحن نقاوم الحصار الأمريكي وينطونا كتب بطريقة غير يعني مو ليجل حتى يوصلنا للجامعات، وكانت تجينا تبرعات من جامعات حتى أمريكية، لأنهم كانوا يعرفون أنه إحنا نريد نحارب هذا الحصار وهذه المؤامرة الدولية. اللي صار بعد 2003، بعد ما بين قوسين جاءت المجاميع هذه من الخارج لتحكم العراق، ينبغي أن يتم إعادة النظر في كل القضايا اللي تخص التعليم العالي من أجل إعادة بنائها بشكلها الصحيح، إذا ما أخذنا بالاعتبار أنها تضررت في مرحلتي الحرب العراقية الإيرانية والحصار. لكن شنو اللي صار؟ اللي صار هي استمرار المؤامرة الدولية،
كيف استمرار؟ انا راح اعطيك مثال ساسي. عندما جاء علي الاديب وزيرا للتعليم العالي، اول ما صار وزير قال في اول لقاء صحفي انه نحن نشجع التعليم الخاص، بعد ماكو تعليم حكومي، احنا التعليم الحكومي بعد فتره معينه يخلص، يغلق كله، يصير مشاريع خاصه. كانت هناك مؤامره منذ البدايه لتفريغ العراق من كفاءاته اولا، وغلق العراق من ان ممكن ان يسوي امكانيات مره اخرى ويسوي كفاءات مره اخرى. فهو صار عندهم اخراج الكفاءات، قتل الكفاءات الاخرى اللي موجوده بالداخل، او منعها من ان تقوم بواجبها بشكل صحيح. لا زالوا اكو اساتذه جيدين، لكن كلهم يشكلنا عندما نتصل وياهم ونتكلم انهم لا يستطيعوا ان يكونوا اساتذه بالمستوى الصحيح، لانهم يحاربون، لانه قاده التعليم اليوم هم ميليشيات. انت كيف يمكن ان تتوقع لهذا المعهد الامريكي او لغيره ان يحترمنا اذا يطلع وزير التعليم العالي يقول بالتلفزيون كنت نايم وقعدني الشيخ فلان المعروف اللي هو ميليشياوي من الدرجه الاولى من القتله والمجرمين والطائفيين والعملاء لدوله اجنبيه، قعدني الصبح وقال لي تعاصرت وزير تعليم عالي، كيف راح تحترمنا وتحترم التعليم؟ اذا عندنا بس هذه المثلبه سيلغى التعليم العراقي كله على مدى، بس هذه المثلبه. فكيف اذا بالمثالب الكثيره منها ما ذكرها الدكتور الصراف ضيفكم الكريم وكثيره اخرى، الان عدد مهم من الجامعات هي تابعه للميليشيات، يعني هم ضربوا عصفورين بحجر، اولا نفذوا المؤامره الصهيونيه الصفويه في العراق بانهاء التعليم، ثانيا حولوا التعليم الخاص الى كانتونات ومصالح ودكاكين تعطي شهادات وتقبل من تشاء وهكذا. شوف انت العدد اللي اخذوا الشهادات العليا، يعني بالكوم واصحاب شهادات حتى يناقش في البرلمان كيف ان نقبل الشهادات المزوره. هذا محافظ وذاك معروف ايش واخذوا الشهادات المزوره، محافظ الحله السابق صار دكتور وهو كان عامل يشتغل بالخارج وجابوه محافظ المدري ايش، وزير الفلاني، الوزير الفلاني. هؤلاء كلهم جزء لا يتجزأ من عمليه تدمير العراق، يبتدئوها بالتعليم لكن لن تنتهي بالتعليم، تربيه وتعليم وصحه وهكذا. لذلك هذه كلها الحقيقه هي تعبر عن مؤامره، هذه ليست اخطاء. اصلا من يعني من العيب علينا ونحن مختصون ان نقول ان هناك اخطاء كبيره وكذا. انظر اخي العزيز موضوع التعليم، وهذا يمكن مثال اعطيك اياه في اخر كلامي. واحد من الصحفيين اسمه الدكتور قصي شفيق، هذا قصي شفيق نقل تغريده ليست له عن هذا المعهد الذي تتحدث حضرتك عنه، عن هذا البرنامج. تغريده لم يكتبها هو، فقط نقلها، فصل من الجامعه واخرج من القناه الفضائيه اللي يقدم بها برنامج. هذا هو حريه الراي في ظل الاحتلال الامريكي اللي جاب لنا الحريه والليبراليه وما الى ذلك ومئات الاحزاب وحشرات الميليشيات. ذلك هي مؤامره، المؤامره تخص كل شيء. التعليم يمكن هو الاكثر الما، لانه انت بغير التعليم، بغير القضاء، بغير الصحه لن تقوم بمجتمع صحيح ويتحول مع الاسف الى رفات. نعم دكتور محمود، ابقى معي لو سمحت. استاذ حامد، يعني المنظومة التعليمية، مؤسسات التعليم، القطاع التعليمي يعتبر يعني العمود الفقري لأي دولة، لأي مجتمع من أجل النهوض. يعني كله متعلق بالاقتصاد، متعلق بالصحة، متعلق بجميع مفاصل الدولة. التعليم هو الأساس. في العراق يعني لابد من انعكاسات لرداءة جودة التعليم التي بالتالي تؤدي إلى رداءة جودة المخرجات. المخرجات من؟ المخرجات هم الذين يعني يخرجون إلى سوق العمل، من مهندسين، من فنيين، من أطباء، من أطباء أسنان، من عاملين في جميع في المجالات. هنا عندما يقطع الطريق أمام الشاب العراقي الذي يريد أن يشق بداية طريقه، يقطع أمامه أي طريق، تبدأ من وزارة التخطيط ومن المحسوبيات والأحزاب وإلى آخره. هنا يلجأ إلى موضوع التطوع في ميليشيات مسلحة. من وجهة نظرك، رداءة جودة التعليم هل هي فقط السبب الوحيد لرداءة الوضع الاقتصادي في العراق؟
لا بالتأكيد هناك أسباب كثيرة، هي غياب التخطيط العلمي السليم، غياب خطط التنمية. يعني كنا إحنا عشنا منذ الطفولة نسمع بخطط تنمية خماسية وعشرية، وأصبحت فيما بعد خطط تنمية مستدامة. يعني هذه أيضا مترابطة بالنمو السكاني، مرتبطة أيضا بالموارد وتنمية الموارد وتنوعها. يعني ليس الاقتصاد فقط على الاقتصاد الريعي، يعني على النفط والضرائب وغيرها، وإنما هناك الحقيقة كثير من الإمكانيات خصوصا بالنسبة للعراق. يعني يمتلك الثروات ويمتلك نهرين ويمتلك زراعة وصناعة وتجارة وخدمات، ويمتلك ثقافة وتاريخ وحضارة وسياحة وسياحة مختلفة. يعني لذلك هذا الحقيقة كل تم أولا تهميشه بقصد، يعني واضح. أنا وأتفق مع دكتور محمود على أنه هنا مؤامرة كبيرة كنا نحن وما زلنا نتعرض لها. يعني العراق دولة مهمة، دولة ليس فقط أهميتها في الإقليم في منطقة الشرق الأوسط أو في العالم العربي والإسلامي، لا أبدا، دولة مهمة على الصعيد العالمي. لذلك تكالبت كل الشرور العالم على يعني أن تسيطر بأطماع تاريخية وأطماع الحقيقة على ثرواته وعلى شعبه وعلى تاريخه، وكسر هذه الشوكة اللي كانت بعيون الصهاينة والإمبريالية الأمريكية وأيضا الجيران اللي أرادوا السوء للعراق الحقيقة، يعني بطريقة طائفية مقيتة. هذه أصبحت واضحة بشكل أنه لا يمكن القبول به. لكن دكتور سمير، أنا يعني دعني شوية التوصيف والتحليل في مسببات، وهذه نعرفها والكل يعرفها الآن. أنا الحقيقة إذا تسمح لي أركز على طرق العلاج، ماذا مطلوب من عندنا نحن، أنا وأنت وحضرتك القناة والدكتور سمير ضيفك العزيز الدكتور محمود. المطلوب من عندنا الآن التفكير في الإسراع بمعالجات عملية، كيف نقلل الخسائر التي أصبحت فادحة الآن، أطالت الأزمة وأطالت عملية مثل ما يقال الانتظار في الخلاص من هذا الوضع، لأنه المساس هو إبقاء التربية والتعليم والثقافة والصحة وغيرها. هذه أسس بناء المجتمع، بهذه الطريقة يعني رهينة بيد فاسدين فاشلين، أعداء للشعب العراقي، أعداء لمستقبل أجيالنا القادمة. الحقيقة هذه عملية خطرة جدا، لا يمكن السكوت عنها ولا يمكن تأجيلها. فلذلك أنا أقول عمليا الآن نحن أمام مفترق طرق، أما أن نكون كبلد الحقيقة مستقل يحافظ على هويته الوطنية، هوية شعبه، بغض النظر عن هذا التنوع، أنا ذكرت التنوع العرقي، التنوع الثقافي، التنوع الديني، الطائفي، المذهبي، لكنه الأهم أنه العراق يجب أولا أن يبقى موحدا من زاخه إلى الفاو. هذه قضية لا يمكن الحياد عنها. الثقافة والتربية والتعليم الحقيقة هي أسس هذا المجتمع شئنا ما بينا. لذلك علينا فضحهم، ومثل ما ذكر أيضا دكتور محمود وأنا أشكر عليه، أنا كنت متضامن مع الأخ دكتور قصي شفيق، لأنه بالفعل أنا واحد من الناس أيضا تعرضت إلى هكذا يعني عملية، وأنا محكوم الآن يعني حتى أعلنها والعالم وقناتكم تعرف هاي القضية، لأنه هنا كشفت فساد في وزارة التربية والتعليم منذ العام 2010 إلى غاية ما حكمت غيابيا ومنعت من السفر وغيره. المهم أنه هذه تكميم الأفواه يجب أن تنتهي، يجب أن يكون هناك روح تضامن بين الأكاديميين مع الإعلام الوطني الحريص على مستقبل العراق، أن فعلا نفضح كل هذه العملية التي أولا من جاء بهؤلاء الفاسدين الذين الحقيقة يعبثون بمقدرات الشعب العراقي أصبحت واضحة. العملية هو استعمار صهيوني إمبريالي أميركي إيراني يراد منه إنهاء العراق وإنهاء هويته ومحو بشكل واضح الآن. يعني ليس فقط ثقافته والتربية والتعليم، وإنما حتى تقسيمه وإنهاء دور العراق الطبيعي. هذه القضية الحقيقة أنا أركز عليها، لأنه العمود الفقري لأي مجتمع مثل ما اتفقنا بالبداية هو التربية والتعليم والثقافة للحفاظ على هويته الوطنية ومستقبله ومستقبل الأجيال القادمة. لذلك أحث الهمم ويعني أركز على هذه النقطة
أنه الأكاديميون مدعوون الآن للتركيز على كيفية الخلاص من هذا الوضع، وتقريب ساعة الخلاص الحقيقة هي الأهم الآن. التربية والتعليم، أنا أجيب لك مثال بسيط. أنا كنت والتقيت مع في فترة من الفترات مع عدد من الوزراء، وزراء التعليم العالي، الحقيقة لم يكن لديهم أي خطة، أي شيء إلى علاقة بمستقبل العراق. كانوا، وأنا شاهد على هذه، شاهد أنه آلاف الشهادات المزورة بالطبع جيء يعني بها من الخارج وتم معادلتها. بحسب دكتور حمد إذا سمحت لي، بحسب ما يرى الكثير من الخبراء بأن هؤلاء الوزراء لم يأتوا لأنهم مثل ما يقولون يعني تكنوقراط واختصاص، بل جاءوا لأن هذا من الطائفة الفلانية وهذا من القومية الفلانية. الموضوع لا ليس له علاقة بالبناء بقدر ما له علاقة بالتحاصص. اسمح لي أستاذ حامد، سوف أعود إليكم مرة أخرى. دكتور محمود المسافر، لنأخذ مثلا يعني مثالا اليابان، ويعلم العالم كله ما جرى لليابان في الحرب العالمية الثانية وكيف نهضت اليابان بواسطة التعليم وجودة التعليم، وما جرى في العراق في عام 2003 وكيف ابتدأ مشروع قتل الكفاءات وملاحقة الكفاءات بحيث أنهم لم يسمحوا للعراق أن ينهض كما سمحوا لليابان أن تنهض، وكذلك ألمانيا. من وجهة نظرك يعني عندما نتحدث بهذا يعني المنطق ربما هو عميق أو ربما لا يهم أحدا في الداخل العراقي، ولكنه أمر مهم فعلا أن نأخذ يعني المثال الياباني كمعيار للوصول إلى النتيجة. لماذا يراد للعراق فقط يعني قتل كفاءاته وانعدام أي فرص للنهضة على غرار ما حصل في اليابان؟ مرة أخرى شكرا أستاذ سمير. الحقيقة السؤال يجاوب نفسه، يمكن جاوب الجزء الأهم من السؤال الأستاذ حامد الصباح. هي مؤامرة دولية على العراق تحديدا بسبب حجم العراق وموقع العراق الجغرافي وتأثير العراق على المنطقة والإقليم، وتأثير العراق على الأمة العربية، وتأثير العراق على الأمة الإسلامية. تأثير العراق الحضاري اللي عمره 7000 سنة، إمكانية إعادة نفسه وتكوين الحضارة من جديد اللي حصل بالعراق لمدة 7000 سنة، هذا ممكن أن يحصل في أي وقت. خوف القوى الكبرى من أنه هذا المركز يعود لأن يكون مركزا كبيرا وعظيما يلم كل الأطراف والهوامش اللي حوله ويرجع إلى دولة عظيمة وكبيرة وتكون مؤثرة، يوقف أمام كل من طموح الشرق أو طموح الغرب، لأنه طموح الشرق لازم يمر عبر العراق حتى يروح إلى البحر الأبيض المتوسط، وطموح الغرب ينبغي أن يسيطر على العراق حتى يسيطر على منطقة الشرق الأوسط وبحيرات النفط فيه والأماكن المليئة بكل الثروات ومنها ثروة الطاقة الشمسية. لذلك هذا يخلي التعامل مع العراق يختلف عن التعامل مع الدول الأخرى. ألمانيا كان ينبغي احتوائها بشكل كبير، لأن ألمانيا جزء لا يتجزأ من المنظومة الغربية وهي جزء من أوروبا، ولا يمكن أن يخلقوا عدوا مستمرا طويل الأمد في منطقة خاصرتهم في أوروبا، لا يمكن لذلك أبدا. اليابان عندما يعني صارت اليابان واللي أنتم تعرفون حرب هيروشيما وناكازاكي، أنهت الحرب العالمية الثانية عام 1944 وانتهت بال 45، أدت إلى احتلال اليابان ومن ثم تنصيب حكومة عميلة إلى الغرب لفترة مؤقتة. تحولت اليابان فيها بتوقيع من البلاطات إلى دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. المنطقة تريد ذلك، لأن هناك أزمة كبيرة في كوريا، تحولت بعد ذلك في عام 1950 51 إلى كوريتين. هناك موضوع الصين، الصين الشعبية والصين الوطنية، هذا كله يخلي الولايات المتحدة ينبغي أن تضع لها حليف قوي، وحليف قوي جدا علميا واقتصاديا موجود في تلك المنطقة. فكانت اليابان الاختيار، اليابان خصوصا أنه يعني خلينا نقول بصراحة، ما دام احنا نتحدث مع شعبنا الآن، مواصفات الياباني هي تختلف عن مواصفات العراقي.
العراقي انسان ثائر، ما يقبل بالظلم، ما يقبل تمشي له. يعني الياباني قبل ان تتغير الكثير من ثقافاته في الفتره الاولى في سبيل ان يحافظ على نفسه وعلى كيانه. العراقي يرفض ذلك، لذلك الامريكان يعرفون. اثنين، لا توجد احقاد امريكيه سابقه للحرب العالميه الثانيه على اليابان، لا توجد، لان العلاقه لم تكن قويه، هناك تباعد جغرافي كبير وما عندهم، لكن هناك احقاد كبيره. احنا دخلنا مع الاحتلال البريطاني والاحتلال الفرنسي، والولايات المتحده الامريكيه بعد الحرب العالميه الاولى ولا سيما بعد الحرب العالميه الثانيه هي وريثه الاحتلالين الفرنسي والبريطاني اللي هو كله يحقد على المنطقه العربيه بشقيه الاسيوي والافريقي. لذلك اقول انه الوضع في العراق يختلف، لكن الاختلاف الاكبر اللي نقوله ونحن يعني موقنين منه انه عندما تعاملوا مع اليابانيين تعاملوا مع اليابانيين داخلي، ما جابوا لهم يابانيين من امريكا. وعندما تعاملوا مع الالمان تعاملوا مع الالمان نفسهم، ما جابوا لهم ناس. يعني اعطيك انا مثال، عندما جاء البريطانيون في عام 1913 باحتلال البصره وصولا الى 21 بتاسيس الدوله العراقيه ومجلس الوصايه الى 1932 بالتوقيع الاتفاقيه ثم دخولنا عصبه الامم وخروج، كل هذا التاريخ هم تعاملوا مع عراقي الداخل. لذلك عندما نستذكر اليوم نور السعيد اللي قامت عليه ثوره، هو وجميل المدفعي والايوبي وكل وصالح جبر، هؤلاء من نستذكرهم اليوم بكثير من الشفافيه وكثير من الانصاف، نرى انهم كانوا يحبون العراق حتى ولو كانت لهم علاقات متميزه مع بريطانيا. ولذلك لا نستطيع ان نقول سوء اليوم لا على الملك ولا على عبد الكريم قاسم اللي خلفه ولا على عبد السلام الخلفه ولا على حكومه البعثه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، لان هؤلاء الهم اللي الهم وعليهم اللي عليهم جميعا، لكن كانوا يحبون العراق. لكن من تجيب واحد من زبالات امريكا ومحلات الزباله في السويد والنرويج وايران وسوريا وتسلم العراق بالكامل وتقول له هذا العراق على ان تنفذ المخطط التآمري بتدمير العراق، هذا راح يدمره مرتين، يدمره لحساب الامريكان وحساب الصهيونيه وحساب ايران وحساب دول الجوار الكارهه للعراق، ويدمره لحساب الشخصي، لان راح يبدا يسرق وينهب، لان يعرف هذا العراق راح ينتهي وينهار بسبب رغبه الامريكان ورغبه الصهاينه ورغبه الايرانيين ودول الجوار، فيقول لك خل اخذ ما اخذه، انا بلدي الاصلي ارجع له مثل ما جيت أرجع. هؤلاء لا يختلفون كثيرا عن المستوطنين الصهاينه اللي اجوا الى اسرائيل ويستطيعون ان يغادروها في اي لحظه اذا ما شافوا ان هناك خطر عليهم. هؤلاء الناس هم الذين دمروا العراق اكثر من المخطط الامريكي، لانهم يكرهون، لانه جاءوا بنظره دونيه، عندهم نظره دونيه، يشعرون بالمظلوميه. يكره العراق، يحقد على العراق، العراقي ابي شخص بطل ما يخاف، شجاع، قاتل حرب ايران، قاتل الامريكان، خسرنا ربحنا لكن قاتلنا وقفنا كرامه، هذا ما عنده كرامه، واقف ياخذ المساعدات بالكيو ويروح مثل هذا اللي كان رئيس الوزراء المجنون، يروح يقول لهم انا مخبل حتى يدخلوا مستشفى المجانين حتى ينطوا فلوس ويجي علينا يصير رئيس وزراء. جافري. لو واحد حمله دار، لو كذا، هؤلاء من يجون ويصيرون مجموعه. انا عندي ابن عم الله يرحمه محامي، قال قول انا اقول لكل العراقيين اليوم. قال هذا القول في عام 2004 وكانت رياح الشر لم تنتهي. بعدها الامريكان موجودين ومقاومه شديده. قال لو 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 ان الامريكان جمعوا كل سوء الارض، كل سيئي الارض، وضعوهم في جزيره ليحكموا انفسهم لحكموا انفسهم افضل ب 100 مره من الذين جاءوا بهم الامريكان الى العراق ليحكموا العراق. الله. شكرا دكتور محمود. استاذ حامد، في محورنا الثالث والاخير عن يعني الاجيال القادمه كيف ستجد العراق الان؟ الطفل الذي عمره سنه او شهر او حتى ساعه، كيف سيكون مستقبله في عراق منهوب ليس فيه تعليم والجهل يملا ارجاءه؟
أنا يعني مع احترامي لما يدور الآن في العراق عموما من يعني موجة تشاؤم بوضع العراق، أنا متفائل حقيقة. هذه يعني وكما يقال المؤمنون ممتحنون، هذه الحقيقة اختبار حقيقي للعراقيين، يعني رب ضارة نافعة ظهرت بشكل جلي واضح أمام العراقيين جميعا أنه هاي طغمة فاسدة فاشلة جاءت بها أمريكا والصهاينة وملف لفهم الحقيقة لتدمير العراق، لكنه هذه سوف تكون فرصة تاريخية لنهوض عراقي. أنا أؤكد على هذه لأنه هذه كبوة، والحقيقة لكل فرس كبوة مثل ما يقال. القادم من السنوات أنا أشعر أنه سوف ينبه الطفل العراقي الذي يترعرع الآن في ظل وضع لا نحسد عليه نحن، لكنه بالتأكيد النهضة اللي ظهرت في أوروبا أيضا كانت لها تداعيات من تدمير، يعني حربين عالمية أولى وثانية وصراعات وسلطة كنيسة وسلطة رجال الدين كلها انتهت، ويعني انتبهت الشعوب إلى أنه الحكم يجب أن يكون حكم قانون وحكم مدني وحكم مؤسساتي. السلطة لا تكون السلطة دائمة، وإنما على الشعب أي شعب أن يفكر مليا بأنه المستقبل. هل ممكن أن يضمن قانون؟ هل ممكن دكتور حامد أن يحدث ذلك والقانون مسيس لخدمة نظام المحاصصة، يجعل من يشاء إرهابيا ويجعل من يشاء مواطنا صالحا؟ أنا أجيب لك مثال، يعني مثال واقعي، يعني ذكر الدكتور محمود على قضايا الشهادات المزورة فيها حتى تناقشت في مجلس النواب. أحد أعضاء مجلس النواب وأنا أعرفه شخصيا في لجنة التعليم في مجلس النواب العراقي ما يسمى مجلس النواب، قال بصريح العبارة، قال 90% من الشهادات اللي جاء بها بعد 2003 مزورة. وطبعا الكل يعرف يعني شهاده وزير التعليم العالي الان شهاده مشترات من بيروت، والان بين فتره وكل يومين ثلاثه يظهر لك هذا شهادته مزوره هذا ملعوب بها. علي الاديب نفسه، علي الاديب انا سابعها منه لما صدر قرار قال بغض النظر عن الطالب يمتلك شهاده ثانويه بكالوريا او لا يمتلك، من حقه ان يروح يكمل جامعه ويحصل على شهاده البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وهذا كتاب رسمي موجود في وزاره التعليم العالي. الشهادات المزوره التي كشفنا عنها احنا منذ عودتنا للعراق الحقيقه كانت بالالاف، بعدين ظهرت انه انا في على قناتكم الموقر ايضا اكثر من مره ذكرتها 27,000 شهاده مزوره في العراق من ثلاث جامعات في لبنان، الآن يمتلكوها كبار المسؤولين إذا كان موظفين مدنيين أو عسكريين أو أبنيين أو غيرهم أو أعضاء مجلس نواب أو غيرهم. لذلك هذه لا يمكن إخفائها، هذه تظهر وسوف تنفجر قنبلة بوجوههم تطيح بهم. لذلك لا يمكن أن يدوم لا الظلم ولا الفشل ولا التزوير ولا السرقة ولا الفساد على الأطلاق. في كل شعب هناك الحقيقة قوى وطنية وشخصيات وطنية تشخص يعني تثبت بعض الحقائق بانتظار الحقيقة لحظة الانفجار ضد هؤلاء. وأنا أقول لك بصريح العبارة الكبير، إحنا شهدنا ثورة تشرين المباركة وقدموا شبابنا شهداء 800 شهيد و 30,000 جريح ومعوق وعاجز عن العمل، هذه لم تنتهي. الثورات في الشعوب ثورات بها ثقافه وبها اجتماع بها قضايا اجتماعيه وبها قضايا اقتصاديه وبها قضايا اكاديميه وعلميه. لذلك نحن الان بصدد بالفعل ان تكون ثوره عراقيه كبرى تبتدئ بالتربيه والتعليم والثقافه وتمتد الى الاطاحه بهؤلاء واخراج كل المحتلين الغزاة من ارض العراق المقدسه. لذلك انا يعني أؤكد لك انه هذا اليوم ليس ببعيد. اولا، اثنين، هناك غليان الآن، يعني عملية بروسس واضحة الآن في التفاعل مع المخرجات التي جاءت بها أمريكا والغزو الصهيوني وإيران إلى العراق، وبينما يقدم الآن من صورة واضحة حقيقية لثقافة عراقية وطنية تجمع
الكل وسوف تنتصر. لن نشاهد الكثير منهم لكنه دورهم فاعل. والآن أنا أقول بصريح العبارة الشباب مهيئ فعلا خوض دورة تحرر وطني عراقية كبرى لتحرير العراق للإطاحة بهؤلاء العملاء. وإحنا شهدنا حتى في الحروب في الحرب العالمية الثانية يعني هتلر وغير هتلر وحتى الأمريكان فيما بعد نصبوا حكومات عميلة في شيء وغير في شيء في كثير من بلدان العالم، لكنه سرعان ما أطيح بهم لأنه الشعوب إرادة الشعوب هي المنتصرة في نهاية المطاف وإرادة شعبنا الحقيقة لا يمكن أن تتزعزع عن تحقيق هدفه في الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية. واضح دكتور حامد الصرف، شكرا لكم. أخيرا دكتور محمود المسافر، يعني تقارير دولية عندما تتحدث عن وجود مليوني طفل عراقي حرموا من التعليم، هنا تأتي إلى أذهاننا مباشرة النازحين والمدن المدمرة والعمليات العسكرية التي حصلت. يعني هل يا ترى الآن يعني وبعد مشروع تهجير النخب والكفاءات وبعد أن جعل القضاء يعني مسيسا لخدمة نظام المحاصصة، هل هناك يعني فرص أمام الأجيال القادمة لكي تكون هناك بارقة أمل بتعليم جيد؟ نعم بارك الله فيك مرة أخرى. أنا طبعا أضم صوتي إلى الدكتور حامد الصراح وأقول له أحسنت الحقيقة، أحسنت الظن بشعبك، أحسنت الظن بهذا العراق العظيم وهذه الحضارة الكبيرة، وأحسنت الظن بالله. العراق عظيم، وهذا اللي مر بالعراق مر سابقا بالعراق ومر عدد من المرات بالعراق، كل ما هنالك أننا لم نعش تلك الفترة وإننا نعيش هذه الفترة. النخب عليها أن تتوحد وأن تترك الخلافات وأن تقول لا بكل أنواع التغيير التي أرادت للعراق أن يكون مخربا. لو يبقى العراق وحدة العراق في جباله وأنهاره وكل الناس ما يوقفون وياه، العراق يغير نفسه ويعود إلى ما كان عليه. هذه أرض عظيمة أنتجت حضارات عظيمة لا يمكن لها أن تموت أبدا. لذلك إحنا أمامنا فرصة أن نكون أبناء متوسطين، علينا أن نأخذ بهذه الفرصة وأن لا نترك هذه الفرصة أبدا. مثل ما قال الدكتور الصراف، على العراقيين اليوم أن يتوحدوا. العراق اليوم يطفو على بحيرة كبيرة من الفساد، وهذا الفساد يولد ألم كبير. على العراقيين أن يطلعوا هذا الألم من جسده، على العراقيين أن لا يسكتوا. كل العراقيين مطلوب منهم بكل مواصفاتهم، بكل الجاهل منهم والمثقف، الفقير والغني، عليهم أن لا يقبلوا، لأنه هذا راح يصيب الأجيال التي ستلي، وتلك الأجيال ستحاسبنا كما يحاسبنا الله. لذلك أنا لدي أمل كبير مثل ما لدى الدكتور حامد الصراف ولدى كثير من العراقيين هذا الأمل، وإن شاء الله نتغلب على أنفسنا أولا إن شاء الله. وإذا تغلبنا على أنفسنا سنتغلب على هذا المرض الخطير، هذا السرطان الذي أتت به أمريكا وصهيونية وإيران وبعض الدول التي تكره العراق، وسيعود العراق وسنجتمع إن شاء الله على فرحة أن يعود العراق غصبا ما على خشوم كل الذين جاءوا مع الاحتلالين الأمريكي والصفوي للعراق إن شاء الله. شكرا لك، شكرا جزيلا دكتور محمود المسافر الأكاديمي والدبلوماسي السابق ضيفي عبر سكايب، وشكرا جزيلا لكم أيضا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. نشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة وإلى اللقاء.